السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جمال سالم من جي سالم ديزاينز، وأهلا بكم في أولى حلقات برنامج الإلستريتور. النهاردة هنتكلم عن واجهة البرنامج. بعتذر عن التأخير، اتأخرت عنكم كتير أنا عارف، بس بصراحة كنت مشغول جدا الفترة اللي فاتت دي ولسه مشغول، فحاول قد ما أقدر أنزل فيديوهات ومش هتأخر عليكم تاني، وشكرا على الصبر والمتابعة معايا. زي ما كنت بتكلم دلوقتي، احنا النهاردة إن شاء الله هنتعرف على برنامج الإلستريتور، هنتعرف بس على الواجهة بتاعة البرنامج النهاردة وشوية تولز أو شوية بانلز في البرنامج، وهنبدأ واحدة واحدة إن شاء الله. زي ما قلت، أتمنى حلقة النهاردة إن شاء الله تعجبكم، ويلا بينا نبدأ. عندي هنا برنامج الإلستريتور زي ما احنا شايفين، دي نسخة 2019. لو عندك نسخة قبل كده 18 17 أي نسخة مش هتفرق، لأن الإلستريتور كله تقريبا نفس الوضع، مع اختلاف بس في إمكانيات البرنامج نفسه، ولكن البرامج كلها بتبقى تؤدي نفس النتيجة. يعني هبدأ هنا. أول حاجة عندي create new documents، عندي بيجيلي البانل دي كده، نفس او شبه البانل اللي موجوده في الفوتوشوب. الميزه في برامج ادوبي انهم كلهم تقريبا بيكونوا او بيشتغلوا بنفس الطريقه، فانت لو فاميليار او اتعودت على برنامج معين زي الفوتوشوب مثلا، برامج تانية هتكون سهله جدا ليك انك تستخدمها، او تكون سهل انك تتصفح فيها وتبدا تشتغل معاها. عندي طبعا هنا نفس، لو تفتكروا حلقه الفوتوشوب للانترفيس او واجهه البرنامج، كان نفس الموضوع. عندي البانل دي كده، بيجي لك recent saved mobile web brand، هنتكلم الحاجات دي كلها. بيجي لك هنا طبعا عايز تسمي اسم الفايل بتاعك والسايز بتاع الدوكيمنت عندك او الملف عندك، عاوز الكانفاس او هنا بيسموها الارتبورد في الستريتور، عايز مساحة الارتبورد قد ايه. فانا اقول مثلا 8.5 by 11 inches، هنا وحدة القياس زي ما انت عاوز، لو عايز تشتغل بالانش بوينت بيكسلز اي واحد انت موجود عندك. فانا اختار الانشز، لان عاده في المكان اللي انا فيه هنا بنستخدم انشز، في دول تانية او في اماكن تانية بتستخدم سنتيمترز او مليمترز، فانا تمام مع الانشز. وهنا عدد الارت بورد او كم ارت بورد انت عاوزها، فانا اقول بس ارت بورد واحده دلوقتي. وهنا في البليد والحاجات دي كلها مش هتكلم عنها دلوقتي، هنتكلم عنها بعدين. واضغط كرييت. اول ما يفتح عندي البرنامج هيكون حاجه زي كده. لو البرنامج عندك ما فتحش بالطريقه دي، لو انت مستخدم جديد للإلستريتور او مش عارف إلستريتور وفتح معاك البرنامج لاول مره وما ظهرش معاك بالشكل اللي موجود عندي هنا كده، عشان لو عايز تتابع معايا وما تتلخبطش، هتيجي على القائمه هنا، قائمه الورك سبيس، في عندي حاجه اسمها Essentials، اضغط على Essentials. لو ما ظهرتش عندك بالشكل دوت، تضغط تحت هنا، اضغط على Reset Essentials، هيبدا ان هو يعمل لها Reset او اعاده ظبط. طبعا عندي هنا الريسيت، انا زي ما قلت شغال على نسخه 2019 زي ما احنا شايفين فوق هنا، ادوبي الستريتور 2019. النسخات اللي قبل كده هيكون شكلها مختلف شويه، ولكن مره تانية البانلز دي كلها هنتعرف ازاي نتعامل معاها، ومساحه العمل او الورك سبيس بتقدر انك تتحكم فيها. لو نفتكر برضو دروس الفوتوشوب نفس الفكره، مفيش اي حاجه جديده يعني، بس هنتكلم عن ده ان شاء الله في حلقات جايه. فعندك انت لو ظهر برنامج وبدا معاك الموضوع زي ما احنا شايفين كده، كلام جميل. لو انت من نسخ قديمه زي ما قلت هيكون شويه الموضوع مختلف، ولكن مفيش مشكله. عندي كده مبدئيا اللي في النص دي هنا، المساحه دي انا هعمل زوم اوت. زي ما احنا عارفين تزوم اوت اضغط على اوبشن او الت وسكرول بالماوس بتاعك زوم ان اند اوت. عندي هنا دي اسمها الارت بورد، تقدر تعمل اكتر من ارت بورد في المكان دوت، وهنتعرف على الكلام دوت بعدين. عندي هنا في الشمال نفس برضو فكره الفوتوشوب، في عندي هنا التول بار، في عندك كل الادوات اللي انت تستخدمها في الفوتوشوب، وفي عندي على الجزء اليمين هنا المجموعه دي، مجموعه الورك سبيس، مجموعه من البانلز او مجموعه من القوائم فيها اوامر كتير وحاجات كتير هنتعرف عليها ان شاء الله مره تانية. زي ما قلت في حاجه تانية عندي هنا مش ظاهره، في حاجه اسمها كنترول بانل. مره كمان للنسخ القديمه هتلاقي الكنترول بانل عندك ظاهر هنا، في 2019 هم عملوها هيدن يعني مختفيه. فانت لو عايز الكنترول بانل نفس اللي موجوده في فوتوشوب، تطلع على ويندو كنترول، تظهر عندك الكنترول بانل دي. السبب في 2019 ان هي ما بتبقاش ظاهر از ديفولت، يعني ما بتظهرش مع مره واحده اول ما تفتح البرنامج، لان هم عملوا حاجه جديده في البروبرتي بانلز اللي هي دي، القائمه دي اسمها بروبرتي بانلز، فيها كل الحاجات او كل الاوامر اللي هتلاقيها موجوده هنا في الكنترول بانل. زي ما احنا عارفين الكنترول بانل، اشرح بس الكنترول بانل مره ثانيه، نفس فكره الفوتوشوب. الكنترول بانل هنا بتتغير على حسب الاداء اللي انت مستخدمها من التول بار. مثلا انا واقف هنا او انا جيت على هنا وعندي في اي سبجكت او حاجه زي كده، هيبدا ده يتغير معاك على حسب السبجكت اللي عندك. هنتكلم عن الحاجات دي كلها حالا دلوقتي، ولكن مبدئيا يعني انت لو عندك نسخه قديمه مش 2019 هتركز جدا انك تشتغل مع القائمه دي، لان دي قائمه مهمه جدا. لو انت من 2019 ممكن تستغنى عنها،
وتركز بس مع البروبرتيز لان فيها نفس الاوامر او نفس الحاجات اللي هتكون موجوده فوق هنا. قبل ما نبدا نتكلم عن الحاجات دي كلها والقوائم والكلام ده كله، ايه هو برنامج الالستريتور؟ طبعا في ناس كتير عارفه ايه هو برنامج الالستريتور، بس بالنسبه للي مش عارفين برنامج الالستريتور خليني اعمل بس ديمونستريشن او حاجه بسيطه كده. هجيب لوجو مثلا، اللوجو بتاعي اسحبه هنا، عندي اللوجو هنا زي ما احنا شايفين، هديله مثلا لون اسود عشان نشوفه على الارت بورد. تمام، عندي لوجو هنا، هنعمل كمان نسخه من اللوجو ده عشان اشرح بس ايه هو الالستريتور او الفرق بينه وبين فوتوشوب وبرامج تانية كتير. فعندي نسختين من اللوجو دول مع بعض هنا، انا هاجي على النسخه دي وهعمل لها ريسترايز. ريسترايز زي ما احنا عارفين تحول اي حاجه لبيكسلز، وانا هضغط اوكي على طول. خلاص ده ريسترايز دلوقتي. فده دلوقتي عندي نسختين زي ما قلت، نسختين من اللوجو هنا زي ما احنا شايفين، النسخه اللي فوق فيكتور والنسخه اللي تحت بيكسلز، اتعمل لها ريسترايز. بالنسبه للالستريتور زي ما انا كنت بتكلم دلوقتي، هو برنامج فيكتور بيس، يعني برنامج بيستخدم لتصميم لوجوهات او رسومات الفيكتور او اي حاجه تكون فيكتور، بمعنى ان يكون الحاجات اللي عندك موجوده في الالستريتور بتكون موجوده او متصممه من خلال باث او شيبس او اشكال او كلام من ده، غير الفوتوشوب والبرامج التانية بتعمل اي تصميم بيتحول لبيكسلز. زي ما احنا عارفين البيكسلز اللي هو بيكون وحدة قياس الصور، بالنسبة للاستيرور ده بيكون فيكتور. طيب ايه الفرق بين الفيكتور وبين البيكسلز؟ خليني اعمل ده فوق هنا كده. هبدأ مع البيكسلز. زي ما احنا عارفين البيكسلز الصورة عندي او اللوجو شكله طبيعي مفيش مشكلة، ولكن لاحظ اول ما ابدأ ان انا ازوم ان، اعمل زوم ان على اللوجو عندي، تبدأ تشوف البيكسلز هنا زي ما احنا شايفين. فما بتقدرش دي كلها كده البيكسلز، ما بتقدرش انك تكبر حجم اللوجو دوت الى ما لا نهايه مثلا، او الحجم كبير جدا، لان هيبدا عندك الكواليتي ان هي تبوظ خالص ويكون شكله مش مظبوط زي ما احنا شايفين كده. يعني ده ممكن يكون شكله كويس مثلا على سكرين على سوشيال ميديا او حاجه صغيره ما يكونش كبير قوي، ولكن الفرق بين ده وبين ده لو جيت انا هنا كده وعملت زوم ان، لاحظ معايا انا عامل زوم ان، يعني تقدر تعمل زوم ان الى ما لا نهايه. عندك الحدود بتاعت اللوجو لسه شارب زي ما هي، مفيش فيها اي بيكسلز، مفيش فيها اي حاجه. فده الفرق بين البيكسلز والفيكتور. برضو بالمناسبه في الكلام دوت، بالنسبه للفيكتور تقدر تختار اي حاجه من دول وتعدل فيها براحتك. يعني انا لو جبت الدايركت سيلكشن تول، في عندي حاجات هنا كده اللي هو البوينت انكر بوينت اسمها، ببدا ان انا لو عايز اعدل حاجه بعدل حاجه كده زي ما انا عاوز، لان الشيب عندي لايف واقدر اعمل فيه اللي انا عاوزه من غير اي مشكله. مع العكس تماما لو جيت على البيكسلز، مفيش عندي، ما اقدرش اتحكم في اي حاجه من الكلام دوت، لان دوت بقى عباره عن صوره. فدي كانت ببساطه الفرق بين البيكسلز والفيكتور. طبعا الاستريتور زي ما قلت برنامج فيكتور، وعاده بيستخدم في السي ام واي كي لو بتعمل تصميم شعارات او لوجوهات او رسومات او حاجات من دي. تقدر كمان تشتغل في مساحه الار جي بي لو انت حابب. الاحظ عندي في هنا فوق، عندي هنا في بانل، ده تايتل بانل. التايتل بانل دي بيكون فيها اسم الارت وورك بتاعك او الارت بورد. طبعا عندي ما سميتهاش اي حاجه، موجوده انتايتلد. الزوم ان 100% شغال على سي ام واي كي. هنيجي عندي على الجزء الشمال زي ما اتكلمت، القائمه دي هنا او مجموعه التولز اللي موجوده هنا دي في قائمه الادوات اللي هي تول بانل. التول بانل زي ما اتكلمت نفس فكره الفوتوشوب، هتلاقي في عندك مجموعه من التولز او مجموعه من الادوات هنا. دي اداه سيلكشن تول اللي هي نفس الفوتوشوب، في عندنا اداه الموف تول. انا مش هبدأ اعمل مقارنه كتير بين ده وبين الفوتوشوب، بس هي نفس الفكره. في عندي هنا برضو نفس الحاجات هنا، نلاحظ في عندي سهم الصغير دوت الابيض، السهم الابيض دوت بيعرفك ان في مجموعه ادوات تانية. لو ضغطت على ده كده هتلاقي في عندك مجموعه من الادوات التانية موجوده تحت الاداه دي. نفس الفكره موجوده هنا عندي على البين تول، لو ضغطت عليها وهولد، يعني اضغط على الماوس بتاعك وخليك ضاغط، بيظهر عندك في اوامر تانية. وعندي الشيب برضو نفس الموضوع، هتلاقي مجموعه من الاشكال تقدر ترسم بيها الحاجات اللي انت عاوزها، وهكذا. كل الحاجات دي اي حاجه موجود فيها السهم الابيض دوت، معنى كده ان بيقول لك ان انت في ادوات تانية موجوده تحت الاداه دي. وبرضو عندي نفس الفكره، السهم اللي موجود فوق هنا دوت ده اقدر انا اعمل ده تو كولمز، يعني عمودين او عمود واحد. انا احب افضل اشتغل على عمود واحد زي ما انا كده، ولكن انت براحتك حابب تشتغل على عمودين لو ما عندكش مساحه، او عمود واحد دي مش هتفرق كتير. عندي كمان حاجه هنا، مثلا انا لو جيت على الشيب تول، لو انت شغال وعاوز تخلي القائمه دي تكون ظاهره معاك دايما لو انت تشتغل، او مش محتاج، مش عاوز تضيع وقت انك تروح تفضل تضغط وتعمل الكلام ده كله، لو جيت على السهم اللي في الجنب ده وضغطت عليه بيخرج لك القائمه دي او مجموعه الادوات دي على جنب عندك، تقدر تخليها جنبك هنا. مثلا انا لو شغال ومحتاج ان انا اعمل اشكال معينه او حاجه زي كده، ببدا ان انا مثلا اعمل، محتاج اعمل مربع، محتاج اعمل دايره، محتاج اعمل كذا، محتاج كذا، محتاج كذا،
فكل حاجه موجوده جنب مني بكل سهوله. يعني هرجع في كل ده، وبعد ما تخلص لو مش محتاجها جنبك تقدر انت تعمل لها تخليها عموديه او راسيه، او تقدر بعد ما تخلص لو انك بكل بساطه تضغط على الاكس هنا وبتقفل القائمه دي، ما بتروحش، بتفضل موجوده زي ما هي ولكن بيتقفل من المساحه اللي موجوده عندك. يعني حاجه تانية عندي هنا، لو جينا تحت وبصينا تحت هنا كده شايفين احنا الجزء دوت، في عندي المربع اللي هو ابيض، وفي عندي المربع تحت منه في اطار اسود، ده اللي هو الفيل والستروك. عشان اعمل ديمونستريشن فور دوت خليني اجيب دوت كده، عندي ستروك، هزود عدد الستروك بتاعي من فوق هنا. هنتكلم عن الكلام ده كله بعدين، انا بس عايز اشرح حاجه هنا. طب تمام، انا عندي مربع هنا، خليني اغير اللون بتاع دوت. اقدر اغير اللون من هنا او اطلع زي ما انا قلت. القائمه دي مهمه جدا، قائمه الكنترول او الكنترول بانل، لان بتقدر تعمل فيها التحكمات. زي لو تفتكروا اول ما بدات قلت القائمه دي بتتغير، او كل الادوات اللي فيها بتتغير على حسب الاداه اللي انت شغال عليها، او الحاجات اللي بتعملها على الاوبجكت بتاعك او الشغل بتاعك. فانا دلوقتي عندي هنا الفيل ابيض اللي هو اللون اللي في نص المربع ده ابيض، والاطار او الستروك بلاك او اسود. نفس الموضوع عندي هنا، اقدر اغير من هنا او من هنا. فانا لو جيت انا هنا مثلا بيديك اكسس للسواتشز، وبتختار ان انت اللون اللي انت عاوزه. خليني اختار مثلا اي لون، اقول ازرق مثلا. دلوقتي اصبح عندي حاجه زي كده، نفس الفكره من تحت. لو ضغطت هنا دبل كليك هيجيب لك الكولر بيكر، وبتبدا تغير اللي انت عاوزه من هنا. طب كلام كويس، انا دلوقتي عندي الموضوع ده هنا كده. انا ده عشان لو نلاحظ انا هنا كده عندي في السهم دوت، لو تلاحظوا بيعمل لك سواب، يعني بتعمل سويتش، بتحول الفيل للستروك والستروك تفيل. بمعنى ايه؟ بتحول اللون الازرق دوت من فيل او لون داخلي للون الاطار والعكس. انا لو ضغطت على ده اخلي ده اكتف، لو ضغطت على ده لاحظ معايا الشكل هنا اتغير بقى العكس بالظبط. اضغط عليه مره تانية بدا ان هو يتغير معايا، مفيش اي مشكله. لو عايز شورت كات فور ده او اختصار، شيفت اكس بيحول معاك. لاحظ معايا هنا شيفت اكس بيحول، شيفت اكس يرجعه تاني. لو عايز ترجعه للديفولت بتاعه اللي هو ابيض واسود، اطار اسود يعني فيل وايت فيل اند بلاك ستروك، بكل بساطه انا مش عايز اخلي ده اكتف، تضغط على دي ديفولت بيرجع تاني زي ما كان. نفس موضوع الفوتوشوب مفيش فيه اي مشكله. طبعا لو مش هتفتكر الشورت كات او الكلام دوت انك ترجع للديفولت تاني، في عندك الايقونه اللي فوق هنا دي كده اللي هي بتعمل ديفولت، لو ضغطت عليها هترجع لك تاني الموضوع هنا للديفولت بتاعها زي ما احنا شايفين كده، هتلاقي موجود للديفولت بتاعها من غير اي مشكله. مره تانية انا عندي ايه الارت بورد هنا زي ما احنا شايفين. تخيل ان دوت في عندك الديسك بتاعك وانت شغال على الارت بورد دي، بقدر اشتغل عليها unlike فوتوشوب. يعني فوتوشوب وانت شغال في المساحه دي ما تقدرش تحرك حاجه بره او كلام من ده. انا دلوقتي لو شغال مثلا ومحتاج اخد نسخ من المربع ده مثلا كذا نسخه، انا بضغط على اوبشن، خليني ارجع تاني، بضغط على اوبشن بيظهر عندي شكل السهم زي ما احنا شايفين كده اللي هم سهمين فوق بعض اسود وابيض. اضغط على اوبشن واسحب بيديني نسخه من نفس المربع، اصغر ده، اضغط على شيفت واصغر ده مثلا. خلينا نقول انا محتاج كام نسخه من دوت، او عندي كان في شغل شغال عليه وعاوز كذا نسخه، اخليه جنب مني خارج الارت بورد، فاصبح عندي فيه الاشكال دي. ومحتاج ان انا اغير اللون مثلا، لو جيت فوق هنا كده على سواتشز واخترت اللون دوت، وجيت هنا اخترت لون تاني، وجيت تحت اخترت لون تالت مثلا، بقى في عندي مجموعه الاشكال دي. خلينا نتخيل ان ده كان لوجو انا شغال عليه او حاجه، ومحتاج منه او في عندي ثلاث سيناريوهات، يعني ثلاث اشكال من لوجو، وعندي لوجو رئيسي مثلا. فانا ببقى شغال على الارت بورد دي زي ما انا عاوز براحتي خالص، وعندي الحاجات دي خارجيه جنب الارت بورد بتاعتي، ما بتضايقنيش، مش عامله اي ازعاج. والحاجه الجميله في الموضوع برضو ان انا بعد ما اخلص، خلينا نقول انا اشتغلت هنا وخلصت وخلصت من الكلام دوت، اول ما تصدر الفايل بتاعك الارت بورد الحاجات دي مش هتتصدر معاك، هيتصدر معاك بس الموضوع اللي هو في الارت بورد دي، المساحه دي باي حاجه موجوده داخل الارت بورد. حاجه تانية بالنسبه للبرنامج هنا عندي، في لو عاوز تغير شكل البرنامج، في ناس بتحب تشتغل على لون غامق البرنامج او فاتح. عشان تغير الموضوع دوت بكل بساطه بتيجي على preferences، وبتيجي على الانترفيس اور يوزر انترفيس، هتلاقي عندك الاشكال دي زي ما احنا شايفين هنا كده. انا حاليا واقف على اللون دوت، لو انا عاوز لون افتح شويه بضغط على ده او ده، او باجي على لون ابيض خالص. يعني في ناس بتحب الوان فاتحه، فانت وذوقك انت حسب شغلك، انا بفضل اللون الغامق دوت. وفي عندي هنا كده اليو اي سكيلينج اللي هو سكيلينج بتاع الايكونز عندك.
انت لو عندك شاشه كبيره مثلا الايكونز وعايز تشوف الايكونز وحاسس ان هي صغيره تقدر تكبرها، بتبدا عندك من سمول تو لارج، من صغير لكبير، تبدا تحرك السهم دوت بيديك ريبريزنتيشن. لاحظ معايا تحت هنا انا لو عملت لارج بتكبر معاك بنفس الموضوع ده. انا مش هكبرها لان انا عندي حجمها كويس، فدي كانت حاجه بس برضو نتكلم عنها. انا هكنسل هنا. وفي عندي حاجه كمان، يعني اول احيانا اول ما بتفتح الالستريتور بيجي عندك حاجه اسمها ابلكيشن فريم، يعني حاجه اوبن زي كده. لو نلاحظ كده خليني اصغر ده، في ناس بتحب تشتغل كده، انا بفضل اشتغل فريم، يعني بفضل اشتغل ابلكيشن فريم. ولكن احيانا انت الاول ما تبدا فوتوشوب بيكون ظاهر معاك بالطريقه دي. يعني انا لو عملت كمان كنترول او كوماند ان فور نيو دوكيمنت اند هضغط اوكي اصبح عندي تو تابس، عندي اتنين تاب هنا. لو خدت دي بره اصبح عندي في تاب هنا على اليمين وتاب على الشمال زي ما احنا شايفين كده. في ناس بتحب زي ما قلت، ناس بتحب تشتغل ان هي كده سيبريت. طبعا الخلفيه اللي عندي دي خلفيه الديسكتوب، انا ضغطت بره هنا كده البرنامج اختفى، ظهر عندي الديسكتوب. لو ضغطت هنا بيظهر تاني الامور دي كلها معايا. انت لو بتفضل تشتغل بالوضع دوت مفيش مشكله. لو بتفضل الابلكيشن فريم بتيجي على قائمه ويندو، تنزل على ابلكيشن فريم، اعمل دي اكتف، هتلاقي كل حاجه بدات مع بعض. طيب دلوقتي انا في عندي تو تابس، لايك فايل نيم تاب، دي التاب الجديده اللي احنا عملناها. طبعا عشان تحرك الارت بورد بنفس الفكره، نفس موضوع الفوتوشوب، تضغط على السبيس بار بيظهر شكل الايد دي، بتبدا تحرك الارت بورد زي ما انت عاوز. طيب انا عندي في الارت بورد دي هنا، وفي عندي الارت بورد اللي انا كنت شغال عليها. طب انا اعمل ايه لو عاوز انقل مثلا ورك او عمل كنت شغال عليه من الارت بورد دي لارت بورد ثانيه؟ بكل بساطه يا اما تسحب ده من هنا وتيجي على التاب دي كده وتسيب تنزله هنا. طبعا اخد نسخه منه، النسخه اللي انت كنت شغالها الاصليه لسه موجوده ما حصلهاش حاجه، اخد بس نسخه ثانيه. او ممكن انا امسح ده، او ممكن تضغط على كنترول كوبي او كوماند كوبي، تيجي هنا على كنترول في او كوماند في يعمل لك كمان نسخه للموضوع. فتقدر ان انت تحول او تنقل شغل من قائمه لقائمه او من ارت بورد لارت بورد. هنعمل ان شاء الله حلقه خاصه عن موضوع الارت بورد وازاي تعمل اكتر من ارت بورد وازاي ترتبهم وازاي تحفظهم والكلام ده كله. مره تانية عندي هنا في، هفتح القائمه دي هنا كده. طبعا تقدر تجيب اي قوائم انت عاوزها من هنا، طبعا مش هنجيب كل الاوامر دي بعدين، مش عايزين ندخل في تفاصيل دلوقتي. ولكن عندي نفس الموضوع هنا، المنيو بار عندك فيه الايديت، في مجموعه من الاوامر وحاجات هنا يوسفول، حاجات مهمه جدا مش هنتكلم عنها دلوقتي. ولكن بالنسبه للقوائم، كل القوائم موجوده عندك هنا، اكشن الاينمنت اول ارت بورد، كل الحاجات اللي موجوده، جراديانت سواتشز، كل حاجه موجوده هنا، وبتقدر ان انت تخرجها وترتبها هنا زي ما انت عاوز. ان شاء الله في الحلقه اللي جايه هنتكلم عن الورك سبيس والبانلز هنا، ازاي ترتب البانلز بتاعتك او القوائم بتاعتك، وايه اللي ممكن تخليه او ما تخليهوش. فطبعا انا بس حاليا عشان انا في اسينشال طالع عندي بس اللايرز، وفي عندي البروبرتي زي ما قلت، او بروبرتيز. بروبرتيز فيها نفس الاوامر اللي هنا زي ما انا قلت قبل كده، وفي اللايبرري اللي هي سي سي لايبرري لو انت عندك نسخه مدفوعه من ادوبي الستريتور. الحاجه الثانيه اللي كنت عاوز اذكرها برضو في الفيديو دوت، بما اننا بنتكلم عن الانترفيس او واجهه البرنامج، في عندي اوبشنز تحت هنا في البانل اللي تحت دي. البانل اللي تحت دي ممكن تستخدمها انك تعمل زوم ان او زوم اوت. انا عندي لو عايز اعمل زوم ان 100% او الحجم الطبيعي بضغط على ده جاب لي الملف 100%. لو انا عايز 300% بقدر اعمل كده. لو عاوز اقل او اكتر وهكذا، الفكره طبعا وصلت. خليها على 100%. اللي جنب منها دي بتتحرك في الارت بورد. خليني اقول مثلا عندي ارت بورد ثانيه، انا بس مش هشرح، انا هتكلم ارت بورد بعدين، انا بس عاوز اشرح حاجه سريعه. عندي تو ارت بوردز ناو، عندي الارت بورد دي، خليني اغير اللون عشان يبقى فيه اختلاف. تمام، عندي في ارت بورد هنا وارت بورد هنا. انا لو ضغطت، لو جيت هنا وخليت على دوت مثلا 200 وجيت هنا اخترت على الارت بورد 1، انا كده على الارت بورد 1. لو جيت ارت بورد 2 حول على الارت بورد رقم 2. مره ثانيه دي اسمها المساحه بقى، دي اسمها ارت بورد ودي ارت بورد. عندي اثنين ارت بورد دلوقتي بقدر اتحول من خلال الاسهم دي على الارت بورد. عندي بالنسبه للقائمه دي هنا بتقول لك انت طبعا في اختيارات دلوقتي، هو كده بيحدد لك الاداه اللي انت مستخدمها. انا عندي سيلكشن، لو انا جيت هنا مش عارف ازوم بالموضوع، عمل عندي البن، لو انا جيت هنا مش عارف انتوا شايفين ده ولا لا، مش عارف ازوم بالماوس عندي لان كل ما اعمل زوم بيتحرك. دلوقتي هي سيلكشن، لو انا جيت على مثلا شيب ريكتانجل
لاحظ لاحظ معايا. طيب انت ممكن تغير ده، في عندك اوبشنز كتير. حاليا هو دلوقتي بيقول لك الاداه المستخدمه، مع ان انت كده كده شايفها من هنا، يعني لان الاداه اللي انت مستخدمها بتكون واخده لون غامق شويه زي ما احنا شايفين كده، غير الادوات التانيه. في عندك اوبشن هنا اختيار بيقول لك عاوز تظهر ايه بالظبط. هو حاليا موجود على الكرنت تول او الاداه الحاليه، زي ما انا شرحت بيبين لك الاداه الحاليه اللي انت مستخدمها. في عندك هنا لو انت عاوز الارت بورد نيم، عندي دلوقتي دي ارت بورد 1 ارت بورد 2، فدلوقتي انا واقف على ارت بورد 1. لو ضغطت هنا لاحظ تحت ارت بورد 1 كوبي، لان عملت نسخه من دي، بقى في عندي 2 ارت بورد او مساحتين عمل هنا. دي رقم 1 ارت بورد 1، لو نلاحظ تحت هنا ارت بورد 1، هضغط هنا هيقول لك دي ارت بورد 1 كوبي. طبعا دول بتقدر تسميهم زي ما انت عاوز، هنتكلم عن ده ان شاء الله مرة تانية. عندي في تاني، في عندك اوامر تانية كتير تقدر تختارها. عايز تظهر لك ديت اند تايم، الوقت والتاريخ، نمبر اوف اندوز، عدد الـ يعني مثلا عملت حاجة ورجعت فيها، الاندو اللي هو اعادة حاجة لطبيعتها او ترجع خطوة للخلف. والحاجة الاخيرة الدوكمنت كولر بروفايل، بيظهر لك الكولر بروفايل اللي انت شغال عليه. انا حاليا شغال على CMYK، فده الموضوع بكل بساطة. زي ما انا اتفقنا دلوقتي احنا مش هنتكلم عن حاجات كتير بالنسبة للبرنامج، انا بس حبيت اتكلم عن الانترفيس او نتعرف ايه هو الالستريتور. فبكل بساطة دي واجهة البرنامج، هنتكلم عن الحاجات دي كلها بالتفصيل. بس قبل ما اسيب الموضوع دوت مرة تانية، لو انت من مستخدمين 2018 وتحت، تركز جدا مع البانل دي لانها مهمة قوي، فيها كل الاوامر اللي انت هتحتاجها موجودة عندك. ولو انت من مستخدمين 2019 ممكن تستغنى عن البانل دي، لان كل حاجه هتكون موجوده في البروبرتيز بانل، كل حاجه موجوده هنا. بمعنى ان انا لو واقف هنا كده، انا ضغطت على اكتف عندي، لاحظ معايا فوق هنا عندك الفيل ستروك، نفس الموضوع فيل ستروك والعدد حجم الستروك قد ايه. اقدر اكبر من هنا الستروك اللي هو الاطار بتاعي، انا بكبر الاطار مثلا كده، او اجي من هنا واقدر اصغر اطار تاني، نفس الموضوع. فدي الفكرة، فانت ممكن تشتغل من هنا او من هنا. لو ما عندكش ده هتلاقي ده موجود عندك. لو عندك الاتنين شوف الافضل طريقة ليك او الحاجة اللي تريحك واشتغل عليها. فدي الفكرة كانت بكل بساطة. ما اتكلمش كتير عن البرنامج، دي بس البداية. ان شاء الله نتكلم في حلقات جاية كتير عن كل حاجة، هنتكلم على الادوات دي كلها بالتفصيل، كل اداة بتعمل ايه. يعني ان شاء الله هنعمل لوجوهات مع بعض، هنعمل بزنس كارز، هنعمل حاجات كتير جدا مع البرنامج دوت. برنامج لذيذ ومهم جدا. اتمنى تكون استفدت حاجه النهارده من الحلقه، وشكرا على المتابعه. كان معاكم جمال سالم، عيش هتفاؤل في امان الله.